حلية العازفة اللي على شكل سمكة من اللؤلؤ وقعت في البحر أيها الكاهن، وأنا وعدتها أني هرجعها لها تاني عشان ما تكونش حزينة. لازم تساعدنا وتشوف طريقة نرجعها تاني. أمرك يا مولاي، أنا هقدر أرجع سمكة اللؤلؤ تاني لصاحبتها. أشكرك يا مولاي، أشكرك أيها الكاهن. حلو قوي يا جماعة، عاوزين بس يا كنوز يبان عليك إنك فعلا زعلانة. وانت يا مازن تخن صوتك شوية، ده انت كبير كهنة قصر الملك سنفرو، يعني مش اي حد. انا لسه بذاكر الشخصية يا يحيى، بس اوعدك قبل يوم العرض هتشوف قدامك عازفة الملك فعلا، مش كنوز اختك. انا ممثلة يا استاذ نجمة. وانا يحيى اتخن صوتي زي قائد شعوب البحر كده؟ انت بتقول ايه يا مازن؟ لا 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 لا، اقصد كأني قائد كبير يعني. ايوة بالظبط، لازم الناس اللي بتتفرج تقتنع بيك. انا كنت كاتمة الضحك بالعافية ومازن بيقولك زي قائد شعوب البحر. مع اني قايله ان اللي حصل ده يفضل سر ما بيننا. خلي بالك بقى، لانه ممكن في لحظه يكشف السر اللي حافظنا عليه فتره طويله. اهلا اهلا يا مازن، شرفت معملي المتواضع يا بطل.